السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى كاملين بخير. الا كنتو كتفرجوا الصباح كنتمنى لكم يجوز مزيان، ولا كنتو كتفرجوا في العشيه كنتمنى لكم يكون النهار يجوز مزيان، وفي الايامات الجايه ان شاء الله يكون احسن. ما تنساوش الاخوان انكم تدعمونا في القناه وتفعلوا الجرس الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اسمح لي حيت لكم ما الله العظيم الا خلقتني ديال بصح، الله الا خلقني ديال بصح، داكشي علاش حيت الناس ديالها قادر تبارك الله عليهم، والبحر ديال اكادير زوين. اليوم الناس خرجت كامله، ما قدرتش بقيت تحبس في الدار بعد السماح اليوم من الخروج الى الشاطئ والاماكن العامه. لذلك كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجوز كلشي بخير وعلى خير، والله يشافي جميع المرضى، والله يرحم جميع الاموات ديالنا. كتشوفوا اليوم الحراره ديال بصح، ما نكذبش عليكم، الحراره اليوم اكادير سخن الحال تبارك الله، والحمد لله على كل حال الجو زوين. وخا هكاك الناس خرجات، والدراري الصغار تيعوموا هنا في البحر، الناس تبرعات تبارك الله. غير واحد القضية، الناس تكون ترد البال راسها، كلشي الناس يردوا البال راسهم، هاد الفيروس هذا راه ما غادي فين، راه باقي معنا هنايا، راه خصنا نتعيشوا معاه وخصنا نردوا بال راسنا. الله يجازيكم بخير. يلا الاخوان نخليكم نشوفوا الاجواء ديال اكادير هذا المساء، نشوفوا الجو ديال البحر ديال اكادير اللي هو زوين ديال بصح. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. الاخوان وتهلاو في رؤوسكم، راكم تما، باي.